هلا بننتقل لفقرتنا التالية برحلتنا الصباحية، ودائما نحن بنحكي رشا عن تطور العصر والتكنولوجيا، ودائما بنحاول نلحق العصر نواكب. والتكنولوجيا ونواكبه. أخذ حصة كتير كبيرة، يعني فاتت بكل تفاصيل حياتنا، وصار الجزء الأكبر من الناس بيعتمد على التكنولوجيا من خلال العمل. نوعا ما فينا نكسر الظروف الحالية، لأنه نحن بنعرف الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب، وكتير قليل للناس لتلاقي شغل. فالسوشيال ميديا والتكنولوجيا والتطور فيها نوعا ما في نقول بيساعدنا شوي. وأكيد اليوم هاي البرمجة وهي التكنولوجيا كمان تدخل حياة أطفالنا ليقدروا بعمر يكون شوي صغير كرمال يكبروا وتنشأ معهم بشكل صح. يعني صحيح، هاي نقطة اليوم كتير عم نشوف الأطفال ساعات على الآيباد وعلى اللابتوب، خلينا نستفيدوا من هذا الوقت، خليه يكون مفيد وقتهم ويكسبوا شيء معرفي لقدام. اليوم رح نحكي تفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور طارق قصاتي، مدرس جامعي واستشاري لمجلس إدارة سلسلة كودي برمجة سوريا. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا، اهلا وسهلا. صباحك. دائما بنحكي معك استاذ طارق عن كل شيء جديد في عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا، وصار جزء كبير من حياتنا، يعني ما فينا ننكر وجوده، لازم نتعامل معه لكن بطريقه صحيحه. يعني في له اثار سلبيه لكن في له اثار ايجابيه كثير. اليوم عم نسمع بالاونه الاخيره الرقميون والاصلاء، خلينا نفسرها للناس شو هي، لانه بتوقف عندها شوي ونحاول نبسطها اكثر. هلا في مسلسل للاطفال، يعني مسلسل كرتون اسمه ابطال الديجيتال. صحيح. فهو نفس المصطلح، الرقميون الاصلاء او بنسميهم الديجيتال نيتيفز، هن اللي ولدوا بعصر التكنولوجيا. هلا نحن كاشخاص مخضرمين، خلينا نسمي نفسنا، نحن يعني بسمونا الرقميون المهاجرون. يعني نحن وقت بلشنا نستخدم التكنولوجيا، مثلا انا كان عمري 19 او 20 سنه، بلشت اشتريت اول جهاز كمبيوتر، هي بنهايه التسعينيات بلشت اتعرف شو هو الكمبيوتر، شلون بيشتغل. فنحن بسمونا الرقميون المهاجرون، وطريقه التعامل مع الرقميون الاصلاء مختلفه عن جيلنا، عن الرقميون المهاجرون. ليش؟ لانه وقت بنقول رقميون اصلاء بنحكي عن اطفال. اليوم ابني عمره سنه ونص، فاتح الموبايل بيلعب، بيشتغل، بنزل العاب، بيفتح يوتيوب، سنه ونص سنتين، يعني ما فينا ما فينا بهذا العالم. هلا هذا المصطلح اطلقناه او اطلق عالميا كرمال نحن هذا الجيل يصير التعامل معه مختلف عن الجيل السابق. هذا الجيل خلينا نقول نحن بعد 10 او 15 سنه شكل الوظائف، شكل التعليم، شكل البحث العلمي كله رح يختلف. حتى يعني اليوم عم نشوف صار في مدارس افتراضية عم تعلم أونلاين، فهذا الطفل لازم يكون قادر على مواكبة التكنولوجيا. ما نقول له الطرق اللي نحن تعلمنا، يعني تعلمناها، لازم نبتكر له طرق جديدة بالتعليم، بحيث أنه نحن ننقله من أنه يكون مستهلك للتكنولوجيا لحتى يصير منتج لها. يعني هذا الوقت اللي عم يقضيه على اللابتوب او اللي عم يقضيه على الموبايل، اللي خلينا نقول بيفتح العاب ما لها قيمه، بيفتح يوتيوب، واحيانا بشغلات، يعني عفوا هالكلمه سخيفه، يعني فهذا نحن بنسميه مستهلك للتكنولوجيا. المستهلك للتكنولوجيا دائما هو اللي بيدفع، اما وقت بصير منتج فبصير هو اللي بيقبض. يعني اليوم بعصر المعلومات التركيز الاساسي عالميا على المعلومه، مين بيمتلك المعلومه هو اللي بيمتلك القوة. فكرمال هيك نحن وقت بنحكي عن الرقميون الأصلاء بنحكي عن جيل، هذا الجيل نحن بدنا نتعامل معه على هالأساس وعلى هالتغييرات الجديدة. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اليوم البرمجة، شو ممكن نضيف لأطفالنا وشو ممكن ندخل لهم خبرات؟ أكيد مو بس الرياضيات أو القراءة، في مهارات بالحياة وفي قيم حيتعلموها، خبرنا أكثر. هلا حقيقة البرمجة يعني نحن فينا إذا هيك أسقطناها شوي ممكن نقول الرياضيات، يعني الرياضيات دائما بيعلموه بالمدارس كرمال ينمي مهارات التفكير، ينمي القدرات على المحاكمة حسابية. العقلية والقدرات الحسابية. هلا نحن وقت بنحكي عن البرمجة، البرمجة أول شيء صارت سلاح بعصر التكنولوجيا. يعني اليوم بالمستقبل أي شخص هو مجبر أنه يتعامل مع التكنولوجيا، إن كان بالطب، إن كان بالهندسة، بكل العلوم. فبالتالي البرمجة شو رح تضيف لهذا الطفل؟ البرمجة رح تعطيه قدرة على التفكير المنطقي الصحيح، رح تعطيه قدرة على التحليل. يعني نحن وقت بنحكي عن الخوارزميات بنحكي عن البرمجة، بنحكي عن شيء اسمه problem solving. problem solving هو حل المشاكل.
فهذا الطفل بشكل أساسي وقت بيتعلم البرمجة بيتعلم آليات التحليل المسائل، آليات حل المشاكل اللي هي اللي حتساعده لمواجهة التطورات التكنولوجية. فأنا بعتبر البرمجة هي سلاح. يعني اليوم بنحكي عن أنه أي شخص لازم يكون بيعرف كمبيوتر وإنجليزي، صحيح، لأنه هنن سلاح بالنسبة له. أي وظيفة اليوم أي حدا عم يطلب وظيفة فهو بده كمبيوتر ولغة. هلأ بالمستقبل حيكون الأساس البرمجة، طبعاً بمهن معينة مو كل المهن. ليه؟ لأنه إذا أنا مالي قادر مثلاً أشتغل على برنامج وأحسن أعمل له إضافات فممكن أخسر ميزات كثيرة. إذا ما كنت قادر على التحليل المنطقي وعلى حل المشاكل فكمان يعني مشكلة. نحن عم نحكي على اللونج تيرم، على المدى الطويل. فأهم مهارة اللي حتعطيها البرمجة للطفل هي حل المشاكل والتحليل المنطقي والفكر الريادي، وهذا الشيء اللي نحن جينا فيه بكودي اللي هي سلسلة تعليمية، إنه نحن ننمي الفكر الريادي. الفكر الريادي بيعني إني أنا هذا الطفل يكون قادر على الإبداع، على خلق فكرة، هاي الفكرة تكون مفيدة للمجتمع ومفيدة له بالنهاية. يعني إذا كانت الفكرة ريادية فهي حتجيب له دخل وحتجيب له إنكم. يعني نحن عم نحكي عن جزئية أهمية تعليم البرمجة للأطفال، إلى ميزات كثيرة أستاذ طارق، بس خلينا نحكي عن طرق تعلمها للأطفال. يعني هي طرق تعلمها، هون فينا نقول فينا نكسب الميزات الأكثر من خلال تعليم الطفل. شو هي أفضل الطرق إذا بدنا نحكي عنها؟ كتعليم البرمجة بنبلش معه أول شيء بمسائل الحساب الذهني. بأي عمر دكتور؟ هلأ ممكن بالخمس سنين نبلش معه. يعني بس الأدوات بتختلف. يعني اليوم بعمر خمس سنين في أدوات خاصة لتعليم، مو البرمجة، خلينا نقول تعليم التفكير المنطقي، تعليم التحليل، ولكن بطرق بسيطة. يعني مثل الرياضيات كانوا نحن وصغار يجيبوا لنا هاي اللي الخرزات نعمل حساب عليها، ممكن هلا ما عاد حدا استخدمها. فكمان نفس الشيء بالنسبة للبرمجة، خلينا نقول نحن بالبداية بنبلش مع الطالب بالحساب الذهني، بنبلش معه مسائل رياضية بسيطة، بعض الأدوات. هلأ النقطة الثانية، نحن إذا كنا عم نحكي كبرمجة برمجة، اليوم المرحلة الأولى عالمياً اللي بيعلموا فيها الطفل هي مرحلة السكراتش. السكراتش هو برنامج تعليمي بيعطي إمكانية إنه الطفل وكأنه عم يلعب بيحسن يساوي برامج. فمن خلاله مثلا في طفل يساوي فيديوهات صغيره، في يساوي ستوريز قصص. فبهي المرحله بيتعلم الطفل البرمجه، ولكن من خلال خلينا نقول البلوكات، يعني الكتل البرمجيه، بحيث انه هو ما بيكتب بايده، دراك اند دروب، بيسحب كتله بيحطها، بياخذ مفاهيم البرمجه من خلاله. حتى صار في سكراتش جونيور اللي هي العمر كتير صغير، ممكن 5-6 سنين يبلش فيها، بينزلها على الموبايل وهي كأنه بالنسبة له لعبة، بس هو فعليا عم يتعلم البرمجة. هلأ كل ما كبر بالعمر، كل ما تقدم المستوى وتطورت الأدوات اللي نحن فينا نستخدمها مع الطفل. قديه مهم التشجيع اليوم الدكتور بهذا العمر، وانه نحن نحببه بهي القصه اكثر ما نروح لموضوع التعليمي. يعني ما هو هيك حابب هذا المجال. يعني حقيقه يعني هذا الموضوع انا بعتبره هو من المواضيع اللي جدا مهمه، واللي لازم نحن يعني مو نفرضها على الولد، يعني نحن نرغبه فيها. هلا انا كعضو لجنه سوريه بمسابقات البرمجه، احسننا نوصل فريقنا بال 2019 للمسابقه العربيه. وصلنا على المسابقة العربية بأكثر من سنة، أخذنا مركز أول على العرب. وطلعنا على العالمية لقينا في فرق بين مستوى الطالب السوري والعربي إجمالاً والطالب خلينا نقول اللي دارس بدول أخرى مثل روسيا. روسيا كتير قوية بهذا الموضوع، صحيح، تمام. فنحن شفنا فارق. هلأ نتيجة الدراسة شفنا سبب الفارق انه نحن ما عم نعلم البرمجه من الصغر. يعني هنيك الطفل 5-6 سنين بيكون عم يعلموه برمجه، وقت بيوصل مثلا للصف العاشر بيكون بيشارك بالاولمبياد وبيطلع على الاولمبياد وبيحقق مراتب عاليه. صحيح. تمام؟ فهذا اللي مثلا بالصف العاشر بتلاقيه انه هو احسن من طالب جامعه ممكن يكون سنه ثالثه. فهذا الفرق
نحن اليوم مضطرين انه نبلش بالبرمجه من عمر صغير لحتى نحسن الثغره. دكتور هلا حقيقه كان في كثير مبادرات، في كثير امور اشتغلنا عليها، ان كان بالجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه، بالجامعه الافتراضيه السوريه، الماراثون البرمجي للاطفال. يعني اخذنا بعين الاعتبار انه نحن لازم نبلش البرمجه بهذا العمر. هلا البرمجه ما هي رفاهيه، انا بعتبرها لانه اليوم في دول قائمه على دقائم اقتصادها على البرمجه مثل صحيح. الهند صحيح. يعني الهند اليوم فيها عدد من المبرمجين كثير كبير، والمبرمج السوري افضل من المبرمجين الهنود. دائما نحكي عنه استاذ طارق معك، نحن فينا نعمل مثل ما قلت عائد مالي كثير كبير من خلال البرمجه. ايه طبعاً. ونحن عندنا امكانيات حقيقه. هلا اليوم نحن يعني اليوم بالبلد نحن متجهين بهالاتجاه. في عندنا شباب سوري كثير مبدع عم نشتغل اليوم، البرمجيات كلها صناعة البرمجيات عم تكون لبرا البلد. فنحن لحتى نحسن ننافس، يعني نحن عم نحكي كمثال مسابقات البرمجة، ولكن مسابقات البرمجة هي بتنعكس على واقع صناعة البرمجيات. صحيح. يعني هذا الشاب المتخرج من الجامعة من دول متقدمة ومتخرج من الجامعة من عندنا ما عم يكون منافس له. ليه؟ لأنه ما بلش من الصغر. فنحن وقت بنبلش بالبرمجة من الصغر فنحن بنكون قادرين بس يتخرج هذا الشاب يكون فعلا على المستوى العالمي المطلوب واللي بيحسن ينافس فيه دول العالم. فنحن اليوم بحاجة، خاصة الاقتصاد السوري بحاجة لحتى نحن ندعم هذا الموضوع. فتعليم جزئية كثير مهمة، فبالتالي يعني تعليم البرمجة منه رفاهية. لا مش حتى فيه يدخل التعليم، نحن عم نحكي التعليم الطبيعي يعني أكيد. اللي نحن عم نحكي عنه الحكومي، يعني نحن كنا بالمدرسة فجأة قالوا لنا في عندكم حصة معلوماتية وبلش الحاسوب يفوت، فينا نبلشها تدريجيا. هلا وزارة التربية مشكورة عم تشتغل بهذا الموضوع بشكل كثير كبير، نزلت المناهج للصف الخامس ببلشوا يعلموا على الكمبيوتر. صحيح. على برامج الأوفيس، خلينا نقول حتى مواضيع البرمجة صارت موجودة أوسع. صارت موجودة، بيعلموا سي شارب، بيعلموا أب إنفنتر، بيعلموا كتير أمور. ومشكورة طبعا وزارة التربية على هذا الموضوع، بس لسه يعني نحن ما وصلنا لدرجة انه نحن حطينا الرسم، لسه خجولة شوي، يعني ممتازة كبداية بس لازم نحن ندعمها ممكن بأشياء إثرائية، وهذا الهدف اللي نحن جينا فيه. بيأثر كثير فينا نقول على أولاد البلد قديش فيني أنا من خلاله استثمر هاي الطاقات والمواهب الشابة لحتى بالبرمجة ليكون عندي أساسا دخل اقتصادي من خلال البرمجة. صحيح. يعني أنا دائما إذا بتذكري بحكي بهذا الموضوع إنه نحن يعني الشباب السوري البرمجة رأس مال الشاب السوري. الشاب طبعا نحن عم نحكي شباب وصغايا. صحيح. فرأس مال الشاب السوري نحن إذا حسنا نرعاه صح، نعطيه الإمكانيات الصح، ما له مضطر يطلع برا البلد وتكون هي الـ 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 يعني خلينا نقول الإنتاج تبعه يكون لغيرنا. لا بالعكس، نحن لازم نحافظ عليه، لازم نبلش معه من عمر كتير صغير لحتى نحسن نوصل للمستوى بصناعة البرمجيات اللي ترقى للصناعات العالمية إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن عم يصير الشغل ضمن الإمكانيات الموجودة، يعني يمكن إذا تهيأ الظروف أكثر من هيك بيكون نتاج أفضل على الأرض أكيد. يعني هلأ أكيد يعني ضمن الإمكانيات عم نحسن نحسن نساوي أحسن شيء، وأكيد نحن فينا هاي الأشياء نطورها. دكتور خلينا نحكي عن سلسلة تعليمية للبرمجة كودي برمجتي، خبرنا عنه وشو أضفته له، حضرتك مستشار علمي ضمن السلسلة. هلا سلسلة كودي برمجتي إذا بدنا نعرفها هيك باختصار، هي سلسلة تعليمية لتعليم البرمجة للأطفال من عمر منبلش 7 سنين. سبعة بس يعني ممكن يكون ضمن ظروف البلد، ضمن يعني نحن فايتين بهذا الموضوع جديد بلشنا فيه من شهرين أو 3 أشهر، ممكن نبلشوا من 9 سنين. بيستهدف فئة الطلاب بشكل عام من 7 لـ15 سنة. هاي السلسلة بالبداية بلشت بالأردن وانطلقت من الأردن ووصلت لفوق 20 دولة عالميا. نحن هدفنا من هاي السلسلة إنه نحن نكون داعمين للشيء اللي عم تقدمه وزارة التربية مشكورة، بحيث إنه نعطي مناهج إثرائية ضمن المدارس، دورات تعليمية ضمن المعاهد للأطفال وبشكل مختص فقط بأمور البرمجة. وطبعا نحن عندنا خطة يعني إن شاء الله هيك على لونج تيرم إنه نحسن نوصل لأكبر عدد من الطلاب
يعني نحن عندنا حلم انه نوصل مثلا بال 2030 ل 100,000 طالب، خلينا نقول 100,000 مبرمج. طبعا نحن بنتمنى انه نوصل لهالرقم اللي هو فعليا رح يخدم الحكي اللي كنا عم نحكيه ويخدم تعليم البرمجه للاطفال. فهي انطلقت من الاردن، هي سلسله تعليميه للبرمجه رياديه بتتالف من مجموعه مراحل. عندنا بشكل اساسي المستوى الاساسي فيه اربع مراحل، وفي عندنا المستوى المتقدم. هلا نحن ان شاء الله بالبلد رح نبلش بالمستوى الاساسي واللي هو فيه اربع كتب. المرحله الاولى مرحله الانطلاق، هيك نحن عرفناها. مرحله الانطلاق بتعلم الطالب البرمجه من خلال برنامج سكراتش اللي كنا عم نحكي عنه من شوي. بهي المرحله ممكن نحن نستهدف صف ثالث صف رابع، وما عندنا مشكله نستهدف الكل يعني كانطلاقه. وقت حنفوت بتعليم السكراتش ممكن انه نحن حتى للاعمار الاكبر نعلمه بالبدايه، ما عندنا مشكله، بحيث انه السنه اللي بعدها ننتقل للمرحله الثانيه. بالمرحلة الثانية بنعلم لغة برمجة اسمها سمول بيزك. هلا السمول بيزك نحن كلنا الاغلب سمعان بالفيجوال بيزك، هي من لغة برمجة من مايكروسوفت. السمول بيزك هي مخصصة لتعليم البرمجة للأطفال. فهي بتنتقل من طريقة سكراتش بتعليم البرمجة من خلال خلينا نقول الكتل البرمجية، دراج اند دروب، سحب افلات، بيعمل برنامج لحتى يكتب كودات برمجية بإيده. فهي النقطة كتير مهمة، من خلالها ممكن يعمل برامج تفاعلية، ممكن يعمل مثلا لعبة صغيرة، ممكن يعمل آلة حاسبة، ممكن يعمل برمجيات صغيرة. المرحلة الثالثة طبعا من اتفقنا انه في عنا اربع مراحل بالمستوى الاول. المرحلة الثالثة رح نتجه والسلسله بتتجه باتجاه تعليم تصميم مواقع الويب. وهي يعني كمان كثير كثير مهمه انه نحن نعطيه للطفل يعرف شو يعني موقع على الانترنت، يعرف شو يعني ويب، شو يعني سيرفر، شلون اللغات المستخدمه بتصميم المواقع وبرمجتها. بهي المرحله الطالب قادر انه يوصل انه يصمم موقع بسيط، ممكن يكون موقع شخصي له، ممكن شغل يعني طبعا حسب الطالب. انتم بتعرفوا في اختلافات بالذكاءات بالنسبه للاطفال بشكل عام، ممكن طالب يبدع ويشتغل بهذا الموضوع اكثر. هي المرحله الثالثه. المرحله الرابعه بنعلم الطفل بمجال تطبيقات الموبايل. يعني في تطبيق اسمه اب انفنتر، هذا الاب انفنتر هو مخصص لتعليم برمجه تطبيقات الموبايل ولكن للأطفال. يعني الطفل قادر من خلاله يحسن يعمل تطبيق صغير ننزله على جهازه على الأندرويد ويشغله، وممكن إذا كان مبدع هذا الطفل يوصل لمراحل أكبر. هلأ المراحل الأربعة هدول الأساسية، هدول اللي حننطلق منهم إن شاء الله. بس المراحل التعليمية لما نحكي عن مرحلة، يعني عم نحكي عن مرحلة تعليمية للبرمجة للأطفال، في مواكبة لتطور البرمجة؟ يعني لما نقول يعني إذا إنه كل شهرين ثلاثة في تطور للبرمجة، ولا لا هي ثابتة هي أساسية؟ هلا خلينا نقول في أساسيات للبرمجة هي لازم أي طفل يتعلمها. في نسخ يعني البرامج اللي حكيناها واللي ذكرناها، يعني اليوم ماساتشوستس بتطلع بنسخه جديده من السكراتش، فنحن في تطوير للكتب تبعوتنا بحيث ضل اب تو ديت، اي شيء جديد ينزل نحن بندخله ضمن مناهجنا. نحن عندنا كتب تعليميه لكل مرحله، مستهدفين المدارس بحيث انه تكون كل مرحله لسنه دراسيه. يعني مبدئيا رح نبلش ان شاء الله من الصف الثالث، ويعني كثير حلو، انا وكثير متحمس انه نحن حنحسن نوصل ان شاء الله يا رب. يعني الصف الثالث انه نحن نحسن نبلش نعلمه برمجه. اكيد بعد 7-8 سنين يعني نحن بالمناهج المتقدمه عم نحكي AI، عم نحكي VR، عم نحكي بلوك تشين، عم نحكي امكانيات، هذا بالمستوى المتقدم. بس يعني المستوى المتقدم اذا ما احنا ثبتنا المستوى الاساسي ما فينا نفوت بالمستوى المتقدم. فيعني انا بتوقع 3 أو 4 سنين ممكن انه نحن نفوت بالمستوى المتقدم. فانا كثير حلو انه يوصل مثلا الشاب هيك عمره 15 سنه
فعلا شخص قادر انه يطلع بفكره رياضيه، قادر يطلع يعمل شيء مهم بحياته. اوكي دكتور، شكرا للمعلومات ونتمنى لكم التوفيق ونشوف نتائج حلوه على الارض، ويكون هذا الجيل يعني مثل ما حكيت حضرتك انه نحن من عمر مبكر نقدر نطلع فيه برات سوريا، يعني نعلمه يكون عن عمر كثير صغير من 5 سنوات مثل ما ذكرت حضرتك. شكرا دكتور طارق. شكرا كثير لكم. شكرا لك، وكثير مهمه بصير نستثمر وقت طفلنا بطريقه كثير صحيحه وتعليميه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافه.